اهلا بيكم في قناه مواهب ابتكار. هنقدم لكم النهارده منتج مهم جدا وهو السمسم. السمسم بيقولوا ان هم اكتشفوه من 1600 سنه قبل الميلاد، بيتزرع في اسيا وافريقيا. اكتر دوله بتنتج السمسم هي الصين والهند والسودان، بينتجوا 68% من الانتاج العالمي، ودي نسبه عاليه جدا من ضمن انتاج العالم. السمسم فوائده كتير جدا، وهنتابع مع بعض دلوقتي في الفيديو ان السمسم بيحميكي من السرطان، بيحميكي من الشيخوخه، بيحميكي من شيب الشعر. هو صيدليه متنقله بصراحه، مفروض ما يتقطعش من البيت. السمسم بيقولوا ان فيه 94% ميه، كمان بيبقى فيه سعرات حراريه مهمه للجسم، فيه بروتينات مفيده جدا اكتر من اللحمه، كمان في نسبه كبيره من الكربوهيدرات او النشويات المهمه لجسمك، وبتساعد على حاجات كتير. بيدخل زي ما احنا شايفين في حاجات كتير من المنتجات والافران، لانه بيخفف من التهابات الجلد، كمان بيشيل السموم اللي موجوده في البشره. لو عندك خلايا تالفه او جلد تالف هيتشال، وبينشط الدوره الدمويه. وادي عش النمل اهو، بيمنع من التجاعيد، ما بيخليكيش تعجزي بدري. كمان السمسم بيخلي البشرة رطبة، وبيحميكي من أشعة الشمس الضارة، بيخلي بشرتك دايما جميلة ووشك منور. فياريت السمسم يدخل في كل حاجة، بس ما تكتريش. داخل اهو زي ما احنا شايفين في السحلب. ما تكتريش من السمسم، لانه بيتخن. يعني لو كل حاجة استعملناها بالمعقول هنبقى مبسوطين بها جدا، لكن الشيء اذا زاد عن حده اتقلب لضده. في زيت اهو للسمسم، ليه فوائد كتير. من ضمن فوائد زيت السمسم انه زي اي زيوت، زي زيت جوز الهند، لو انت حطيتيه على شعرك هيغذي شعرك. نشوف مع بعض. بيمنع شعرك يبقى جاف، كمان بيمنع شعرك من التساقط، بيزود طول شعرك جدا، بيحمي الشعر من اي اتربة او اي هواء. لو عندك شعرك مسبوغ بيزود كثافته، مبيخليهوش يتقطم بسرعة. كمان بيقضي على قشرة الشعر، وبيأخر ظهور الشيب، يعني ما يخليكيش الشعر ابيض كتير يظهر بدري عندك في راسك. بيعالج الجهاز الهضمي زي الاسهال، لو عندك جازات في بطنك بيخففها، بيخفف الالام لو انت عندك امساك. كمان لو عندك اطفال ياريت تكتر لهم منه، لان بيقوي مناعتهم نظرا للزيوت والفوائد الموجودة فيه. السمسم ده شيء مفيد جدا، بس زي ما قلنا ما نكترش منه. اهو داخل في كل المعجنات، قرص، حاجات كتير. بيقول كمان ان هو مهم جدا للست الحامل، لو عندك واحدة حامل اديها، لانه بينمي عضلات وعظام الجنين. كمان بيعالج ألم السنان، وبيقضي على ريحة البق المش حلوة. بيعالج نزلات البرد والأمراض التنفسية. اهو داخل في قرص، داخل في قراقيش، داخل في كل حاجة. بيقلل من الكحة، بيساعد على ان الاطفال نفسيتهم تبقى سوية وممتازين. زي ما انتوا شايفين دي قرص معمولة في البيت فيها سمسم، لانه فيه فيتامينات كمان مهمة جدا. السمسم عشان تغذي الجنين، فيه كالسيوم عالي جدا، لو انت حامل بيخف من الالام، بيقوي جسمك ويساعدك على مقاومة الامراض. داخل في الطعمية اللي هي الغذاء اليومي بتاع الشعب. بيمنع لا قدر الله من السرطان، بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم، بيقلل الضغط، ما بيسمحش بوجود السكر. زي ما انتوا شايفين الزيت بتاعه تاني، بيعمل على ان هو يخليكي ما عندكيش الزهايمر، لو انت بتنسي كتير هيساعدك في انك ما تنسيش. السمسم كمان بيمنع البكتيريا اللي موجودة في الجهاز الهضمي انها تنمو وتعمل لك انتفاخات. بيعالج لك قرحة المعدة، بيمنع الإصابة بهشاشة العظام، كمان بيحسن الصحة الجنسية. زي ما انتوا شايفين بيحسن وظائف